السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول السائل: رجل كان يبيع ويشتري في المحرمات فحصل من ذلك على مال كثير ثم مات، فهل لورثته التصرف في هذا المال وتقسيمه بينهم؟ نعم، يعني لو أن رجلا كان يكسب المال عن طريق المحرم ثم مات، فإن هذا المال حلال لورثته، وإثمه على من؟ إثمه على الميت، إلا إذا علم الورثة أن هذا المال بعينه لشخص فيجب عليهم أن يردوه عليه. مثال ذلك: رجل غصب أرضا من شخص تعدى على حدودها ثم مات، والورثة يعلمون أن نصف هذه الأرض لجاره، فالواجب عليهم أن يردوها إلى جاره، لأن هذه عين ماله. وكذلك لو سرق شيئا وبقي المال المسروق عنده ثم مات، فيجب على ورثته أن يرد السرقة إلى مالكها. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح،